الأسلحة النووية كأداة للإرهاب في رأيي لم تعد يعني قادرة على دكتور تقي، إدارة الوضع العالمي ومنع يعني انتشار دكتور الأسلحة. تقي يعني لابد من طريقة التعاطي الأمريكي مع الوكالة وإدارة الوكالة بما يتناسب مع السياسة الأمريكية، وتدعيم طبعا تجهيل أو تعتيم على الترسانة النووية الإسرائيلية، هذا يضرب العرب وبالمسلمين حتى الذين لهم علاقات تحالفية مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني هل يمكن الحديث عن ذلك لو سمحت؟ أنا في رأيي في ظل الخلل الاستراتيجي القائم في المنطقة لا يمكن الحديث عن أي أمن إقليمي ضد قوى الهيمنة في المنطقة دون حل مشكلة السلاح النووي الإسرائيلي. وفي هذا المجال في رأيي أن يعني عمليا كل الأوساط الآن الدولية التي يعني يفترض أن لا تكون منحازة تؤكد أنه لم يعد من الممكن التقدم في قضية ضبط عدم انتشار الأسلحة ما لم يوضع قضية سلاح نووي الإسرائيلي على الطاولة، في حين أن الدول العربية العديد من الدول العربية التي تستطيع ولديها الإمكانيات الفنية من جهة أو الإمكانيات المالية تتجنب عمليا الحصول على هذا المصدر الهام جدا في القرن 21 من الطاقة اللي هو الطاقة النووية كي لا تدخل في إشكال مع القوى المهيمنة في المنطقة في رأيي التي كانت مهيمنة في المنطقة. الولايات المتحدة الآن في حالة انكفاء استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط ولا تستطيع أن تتقدم في هذا المجال. طيب رأيك يا سيد علي يونس بالذي طرحه الدكتور تقي؟ طبعا أنا في اعتقادي أن كما قلت سابقا أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بشكل عام لا تمانع في حصول إيران على التكنولوجيا النووية، والاتفاقات الأخيرة أنه إيران قبلت فيه مبدئيا بإرسال شحنة من اليورانيوم القليل التخفيض إلى فرنسا على أن يعاد إلى إيران أو إلى روسيا ثم إلى فرنسا ثم شحنه إلى إيران، قبلت في هذا من ناحية مبدئية، إذن الغرب لا يمانع في هذا الشأن. لكن المشكلة أن الولايات المتحدة الأمريكية كما تفضلت أنه هناك هيمنة وهناك هذا كلام سليم وهذا كلام صحيح، لكن لماذا نستغرب؟ هذا العالم محكوم وزير القوى، أمريكا تساعد دول وتساعد منظمات وتساعد ولها. طيب وترى نحن لا نريد أن نستغرب يا سيد علي يونس، نحن نريد أن نشخص الضرر الذي يحدثه هذا الوضع على الواقع النووي في العالم. يعني هناك نحن نتحدث عن نووي، يعني فناء الدنيا فناء الكون. بالضبط هذه هي بالضبط هي مشكلة الإدارة الأمريكية مع إيران. ترى أن إيران في حصولها على سلاح نووي يشكل خطرا على هذا العالم ويشكل خطرا على هذه الدنيا. أن أمريكا السياسيين الاستراتيجيين الأمريكيين يرون أن أمريكا وجود أمريكا كقوة مسيطرة في العالم هو ضمان للأمن والسلم الدولي. بينما حصول إيران أو أي دول كالباكستان تتحول لدولة قد تتحول لدولة فاشلة، الاتحاد السوفيتي انهار ويمتلك ترسانة هائلة أكبر من السلاح النووي لأنه كان ضعيف اقتصاديا. إذن هنا تحديد الأخطار، أن الحصول تحديد الأخطار أيضا طبقا للاستراتيجية والسياسة الأمريكية. دكتور حسين غربي، المنطق الأمريكي الذي يقول طبعا إذا إيران يعني كانت تملك التقنية النووية توصلت إلى السلاح النووي الذي لا تريده بالأصل هي، ربما سيعرض الأمن والسلم، يعني المسألة معكوسة تماما، يعني أصبحت صورة مقلوبة هنا. لا هي ليست مقلوبة يعني كما نراها نحن، بالعكس هي مسألة صحيحة بالنسبة لتوجه الفكري لأمريكا نفسها. كما قال الأستاذ علي أنه أمريكا هي القوة الأكبر فهي التي تهيمن على وتفرض الأمن والسلم الدوليين، يعني لأنها قوة أكبر. أما إيران بسبب سياساتها العدائية لإسرائيل وللهيمنة الأمريكية في المنطقة فهم هذا التوجه لا يتناسب مع التوجه الأمريكي على الإطلاق. فهناك مسألة تحدي إيراني لهذه التوجهات أو كما تسميها الخطر الأمريكي في المنطقة. هذا التحدي قد يؤدي بإيران إلى استعمال سلاح نووي فرضا ضد إسرائيل، وإسرائيل هي ذراع أمريكا في المنطقة أو هي الولاية 51 لأمريكا. فهذا هنا الخطر، أن إيران هذه الدولة الغير مطوعة حتى هذه اللحظة على عكس بقية الدول الموجودة في المنطقة، لذلك يجب تطويع هذه هذه تفضل هذا تفضل. أولا مقاربة بالمثال الذي طرحته للأستاذ الدكتور حسين بالنسبة لأمريكا وسيطرة وهيمنتها،
وجهة نظر أمريكية، وهناك وجهة يشاركها في هذا الوجهة النظر دول عربية كثيرة، أن إيران تمارس أيضا موازين السيطرة الدولة الإقليمية الكبرى بحكم موازين القوى التي في صالحها في دعم مؤسسات ودعم منظمات ودعم دول في منطقة الشرق الأوسط الدول العربية لتحقيق أيضا مصالحها. صحيح. فالقضية هي قضية موازين القوى. إيران تمارس نفس الشيء أيضا كأمريكا تمارسه. دكتور سمير لكن على مستوى إقليمي. نعم. دكتور سمير تقي، إلى أي حد يعني الذي يطرحه السيد علي يونس يضر أيضا يعني الموقف العربي الذي يغطي أو يساند طريقة الإدارة الأمريكية لملف النووي في المنطقة من خلال وكالة الطاقة الذرية، إلى أي مدى يضر هذا بالأمن القومي العربي نفسه؟ دكتور تقي. بالطبع أنا في رأيي المنطق القديم الذي كان يقوم على اعتبار أن كل الأوراق هي في يد الولايات المتحدة في المنطقة لا يزال موجود لدى بعض الدول، ولكن عمليا أنا كما قلت سابقا الولايات المتحدة هي في حالة انكفاء استراتيجي، والاستمرار في المراهنة على الولايات المتحدة هو برأيي أنا رهان خائب. القضية ليست متعلقة بالسلاح النووي فقط، وإنما تلك الدول التي ستمتلك التكنولوجيا النووية بشكل متقدم فيما يتعلق بالاستخدام السلمي وخاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية و كمصدر الطاقة بديلة للطاقة الأحفورية، هذه الدول ستصبح عمليا متحررة من الضغوط الناجمة عن سيطرة الولايات المتحدة على قضية الوقود الأحفوري، على قضية النفط. الولايات المتحدة تصور نفسها أن بسيطرتها على منطقة الخليج، بسيطرتها على منابع النفط في عدد من دول العالم بما فيها في أفريقيا وفي أواسط آسيا، تستطيع أن تتحكم في نمو الدول بالذات وقدرتها على الدخول كمنافس وصعود هذه الأمم. تتصور أن تستطيع التحكم في نمو الصين، تستطيع أن تتصور أن تتحكم في نمو الهند، وهي تحاول أن تخضع جمهورية إيران الإسلامية للموقع الذي تجده لها في الشطرنج الإقليمي. ولكن عمليا في رأيي أنا سعي جمهورية إيران الإسلامية هو جزء من السعي للسيادة، السعي لسيادتها على تنميتها، السعي لسيادتها على تطورها العلمي والتكنولوجي. واضح دكتور تقي. وقضية امتلاكها. واضح دكتور تقي. إذا أردنا أن نخلص إلى خلاصة بهذه الحلقة ومما قلت أخيرا دكتور تقي، هذا يعني أن إدارة الولايات المتحدة الأمريكية للملفات من خلال وكالة الطاقة الذرية، هذا يعني بأنها ليس فقط تعرض الأمن والسلم القوميين العالميين للخطر، وإنما أيضا تمنع بعض الدول من المشاركة في مسألة تغيير المناخ ومسألة الحد من الاحتباس الحراري. أشكرك جدا دكتور تقي، أشكر دكتور حسين غربي معي هنا في الاستوديو، سيد علي يونس، أمير موسوي ومحمد الحريري، شكرا على حسن المتابعة. أمريكا والعالم تابعونا في موضوع جديد الأسبوع المقبل.